إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. إذن بعد الحملات المسترسلة، الحملات الشرسة اللي كتقوم بها السلطات المحلية خصوصا على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وبالتالي الأوامر اللي تعطات للعمال وبشوات وقياد جميع الملحقات الإدارية وجميع الدوائر الحضرية، جميع العملات بمدينة الدار البيضاء ربما على حسب ما غتسمعوا معي دابا حاليا ربما بدات كتعطي الأكل ديالها. النموذج حاليا من منطقة الرحمة، سوق القرب واحد بمنطقة الرحمة، بعد الحملات الشرسة كما قلت اللي قامت بها السلطات، يعني كانت حملة مشتركة للسلطات المحلية هنا بمنطقة الرحمة، فدخلنا للسوق النموذجي القرب واحد باش نتكلموا مع الناس اللي عندهم محلات مستافدين هنا في هذه المحلات هذو، يعني سواء كل واحد اش داير، كاين اللي داير مثلا لاحظوا معايا هذا هو السوق، لاحظوا معايا السوق النموذجي، لاحظوا يعني كاين العديد من الناس كل واحد شنو داير، كاين اللي داير تاكزارت، كاين اللي داير الخضره، كاين اللي داير الطين، كاين اللي داير الحوايج، يعني كل واحد. على العموم حنا جينا عند احد المستفيدين اللي هو خضار، بغينا نسولوه بالنسبه لهاد الحملات اللي كتقوم بها السلطات اشنو كتمثل ليه هو، واش في صالح الاسواق النموذجيه بصفه عامه، اشنو اللي باقي خاص باش هاد الاسواق النموذجيه اللي كانت عباره عن مشاريع كتستهدف واحد الفئات اللي هي باعة متجولون، الفئات الهشة، الفئات المعوزة، فئات الفقيرة، المعاقين. إذا نتمنى أنكم تبقاو معنا نسمعوا هذا المستفيد من هذا السوق النموذجي أشنو غادي يقول لنا. السلام عليكم. جري تي في، إذا تي في خويا، حنا الحمد لله على الاستمرار اللي شفناه بمساعدة القائد ومساعدة الباشا على الدورية اللي دايرين بها اليوم، الحمد لله على كل حال. الحمد لله وأشكر الله. الحمد لله وشكر الله على ما شفنا، على ما رأى عيني العين ديالنا، الأمور غادية بخير وعلى خير. غير هي كنحاولوا الاستمرار. حنا كنحاولوا بالاستمرار، علاش؟ حنا بغينا نزيدوا لقدام، هاد السوق بغينا يطلع باش يفشل. وهاد السوق بغينا الناس اللي كاينين المستفيدين اللي كاينين هنا، بغينا نحاولوا يدخلوا هنا. بغي الكراس اللي برا يحاولوا كلشي يدخل هنا، كاين شي حوايج اللي كاينه هنا وما كايناش برا، كاين شي سلعه هنا مليحه كتجيب السلعه سوبر ديال السلعه، بروبي السلعه كتبيعها بالثمن ديال حساب ديال الزنقه. بيني وبينك كاين الفرق ما بين الجلبانه واللوبيا والبسايل، كتجيبها ثمن خيالي وكتجي كتبيعها بنفس الثمن الطريقه ديال الزنقه، علاش؟ باش كدير الاقبال ما بينك وبين الكليان اللي على برا باش تحاول يدخلوا عندك هنا. ولكن كنحمد الله والشكر لله على هذا الفضاء اللي عطانا السيد ربي ديال الخير ديال السيد ربي، اللي سعادة القائد وسعادة الباشا اللي داروا واحد الدورية صارمة، كنشكروهم وكنجزيهم الله خيرا على هذه المجهودات. الحملة بدات اليوم؟ بدات، لا بدات واحد يومين ثلاث ايام، وحاولوا بدوا استمرار. قالوا لي كانت واحد الشراسة اليوم. اليوم كاين واحد الكثافة، كان واحد الكثافة كثير كثير، علاش؟ حملة مشتركة. اليوم كاينة مشتركة، إلا ما قلت لك بسعادة القائد الله يجزيه بخير، ولا بسعادة الباشا، ولا بسعادة القائد ديال التمارين، ولا ديال الحمد لله وشكر الله على كاين واحد شوية ديال الإقبال على السبت والحد. يعني ملي حيدوا دوك الباعة المتجولين الفراشات، يعني بدا إقبال السوق اليوم. لا السوق شوية، لا السوق شوية مهم، كاين واحد شويه ديال الامساك، شفتي؟ كاين مغاير على الايامات الاخرى، متغير على الايامات الاخرى، السبت والحد ما نكذبش عليك والله العظيم ما كاينش بحال اليوم، اللي خدمنا اليوم ما خدمتوش السبت والحد، علاش؟ انا كنشوف اللي جا كيمشي للزنقه، اللي مشى للزنقه، حنا يحاولوا الاستمرار ديالهم بكثافه، يزيدوا يخصوا ويزيدوا يكملوا في هذا الاستمرار ديالهم، الله يجزيهم بخير. دابا هذا هو اللي بغيت نقول لك، دابا انتم شنو الطلب
ديالكم انتوما، شنو الطلب ديال تونس؟ حنا خويا بان هذا المشروع هذا حنا بغينا يكون ينجح، حنا بغينا ينجح ويزيد قدام، حنا ماشي مستعدة باش نخرجوا للزنقة. كلهم الشيء هذو. اسمح لي، انا عندي جوج بلايص اليوم في الوسط، هذا والحنيني وهذا كل شيء المشكل اللي السابين خارجين لبرا، ما فهمتش هذا الشيء، ما فهمتوش كيف كانوا هما ما خارجينش لبرا، مش خدام بلايص خدام هو اللي خدام الحية. هي عام. لا. أغلبيتهم بلايصهم راهم كلهم خاوي. هي عام، شفتيني؟ عام داز زوين. بالعام واللي هنا غادي هو كيرجع برشلونة للسوق، شفتيني؟ ولكن اليوم كاين واحد الكتاب، واحد مجهود جبارة صفحة جديدة. واه بحالنا بغا يردوب على صفحة جديدة لينا حنا، علاش؟ إلا كنشوفوا بيني وبينك جميع الطواب لهنايا كاينين اللي هما بلاصتهم كلهم، هابا تشوفهم ونوريهم لك دور عينك الكتابة طلع فوق الطابل ولا داير الصندوق وشوف صاد كلهم. كاين البوليغ اللي خارجين هنا وحنا ما رضيناش باش نخرجوا للزرقاء، تابعين سعادة القائد وتابعين سعد الباشا. النظام ديال التطبيق ديال السوق النموذجي. أول حاجة شي حاجة اللي سميتها النظام، التنظيم، الهيكلة، هذا هو التنظيم والهيكلة. هذا الشيء علاش دابا الدولة دارت الأسواق النموذجية، باش هذوك الناس كلهم اللي غادي مثلا يكون برا يحاول انه كما كنقولوا يندمج واحد السوق نموذجي، يكون عنده قوانين عليه حقوق وعنده واجبات كما كنقولوا، وبالتالي ما غنبقاوش نشوفوا ديك الفوضى اللي كاينه. دابا تخيل كتبغي تدوز على الطوموبيل، كتبغي صعيب 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 بزاف صعيب. شوف كاين سديت المحل ديالي غطيت غادي نمشي ندوز نمشي بحال هادي، كنلقاهم حتى العصا ديال الليل، 9 ديال الليل، تبارك هنا واحد ما كيدخلش عندك من الخمسه الى حتى العشره ما كيدخل عندك حتى واحد، علاش؟ ما كاينين كيسولك حتى على بطاطيه الاخرى، وكتزيد بحال هذوك كتب غادي كتلقى حتى ملي تدوز، شتي ملي كتدوز غادي لدارك ما كتلقاش ملي تدوز، ولكن كنتمناو بالله سبحانه وتعالى وبسعد القائد وبسعد الباشا. حملاتكم مستساهله. احنا ما كرهناهاش. يا ربي تكون مدوبه ودوبه علينا وعليهم. حنا بغينا غير الخير لهذا السوق النموذجي. الى الناس وليتي كتجي كيقول لك كاين هنا كاين اللي عندهم طوابل وخارجين الزنقه، عندهم جوج طوابل، ثلاثه كيقول لك حقا بدل السوق ما بقى داير لي لا والو لا مخرج الزنقه. اشنو هو السبره ديالنا؟ حنا السبره ديالنا حنا تابعين سعيد القائد، تابعين الجمعيه، تابعين القانون. حنا بغينا السوق النموذجي يكون في النظام ديالو. حنا ما كنتسناوش شي واحد يعطينا شي حاجه، نعطي الله سبحانه، كنخلصوا الكره ديال الصائر ديال الطابل ديالنا باش شهروا على خو. هي هذيك الواجبات ديالنا. ولكن بالمقابل كاين حقوق، كاين ضوء، كاين ماء، كاين ضوء، كاين مرحاض، كاين مرحاضات، كاين السؤوس، كاين الحاج اللي حطيتها ما تمشيش لك. شوف كاين اللي سيكيورتي بالنهار، كاين اللي سيكيورتي بالليل، كاين اسم الشاف ديالهم الكبير كيدور على لي طابلات كاملين بالليل، كيمشي بالنهار وكيجي بالليل. سميتو الجمعيه كتضل معنا في الصباح وكتضل معنا في العشيه، ولا هو طلع عليها بالخف كيجيو لعندنا. اشنو المشكل؟ كيحلوا لنا المشكل ديالنا، ولكن كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يزيدوا في هذا الاستمرار ديالهم بسعادة القائد وسعادة الملك، والله يجزيهم بخير، الله يكثر خيرهم. ومرحبا خويا. إذا مشاهدين شوف تي في كما سمعتوا معنا، حنا باقيين معكم في هذا السوق النموذجي باش نستقيو آراء ديال الناس، أغلبية ديال الناس نسمعوا الرأي ديالهم حول هذه الحملات اللي كانت بقوة خصوصا خلال هذا اليوم، خلال هذا الصباح. وإن شاء الله كنوعدكم أننا إن شاء الله غادي نواكبوا هذه الحملات هنا بمنطقة الرحمة طيلة هذا الأسبوع، لأنه أكيد ماشي فقط هذا الأسبوع، ولكن غادي نحاولوا أننا نعيشوا معكم ونعيشوا معهم هذه الحملات اللي غادا تكون على يعني ديك العشوائية اللي كاينة. حنا كنتفاهموا مسألة ديال الله يحسن العوان، إنسان باغي يجيب طرف خبز، ولكن بواحد النظام، بواحد الهيكلة، يعني بواحد يعني إنسان ما يمكنش أنك مثلا أنت باش تصور مثلا واحد الطرف ديال الخبز كتمنع على الناس بزاف، انه واحد باغي يدوز على الموطور ما كيلقاش من يدوز، على موطور ما عندوش من يدوز، كيولي مخلي الموطور في قنت ومهود على رجليه ويا ترى يدوز. اذا هادشي اللي كاين. لا اذا كما سمعتوا قالت لك السيده، قالت لك ولا هضرتي يشبعوا فيك السبان والمعيون واللود ديروا
الوالدين ما كيعطيك على الشطور. واخا اختي، اذا كما سمعتوا معنا الناس راه مقلقه من هذا الشيء هذا، اذا غادي نتبعوا معكم هذه القضيه اللي كاينه هنا في هذه الحملات اللي قامت بها السلطات المحليه هنا بمنطقه الرحمه. اذا ما تمشوش بعيد، غادي نرجعوا لكم بعد قليل. شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر والى اللقاء.